اسمي عمر عبد النعيم، أنا شاركت في كامب سنة 2010 و2011، كنت في مجال السينما. أنا اسمي دينا صبري، رحت معسكرات التعبير الرقمي في 2009 و2011. أكتر المجالات اللي حبيتها كانت الصوت والمسرح. أهلا، أنا اسمي شادي من مصر، شاركت في معسكرات التعبير الرقمي العربي 2010 و2011 كمدرب صوت وموسيقى. المعسكر ده هتكون ايامه اجمل ايام في حياتنا. الحاجات اللي استفدت منها في الكامب ان تعرفت على صداقات كتير جدا، وعرفت ناس كتير من الدوله العربيه كتير. انا عندما استمع للاخبار بس اوكي. كبسه كويتيه مقلوبه وشوش برك. الامارات 12 لبنان. المسرح كان في وقت الثورات وكده، فكان كل واحد بيقول وبيعبر عن اللي كان حاصل جوه بلده. اشتغل كل واحد ان هو يألف اللي هي الجزء بتاع الثورات او الفكره اللي هو عايز يوصلها، وابتدينا ان احنا نمسك ده، ان هو يعلمنا ازاي نمسك ندخل كل واحد فكرته في التاني علشان نعمل المسرحيه. في الاخر نتدرب على المسرحيه، الوقفه ان الوقفه بتاعتي ازاي، لحد الصوت، لحد الاداء، لكل ده. كنا نعمل بروجيكتس ونعمل موفيز، لا شورت موفيز كده، وكلها بتتعرض في الاخر. خاف من ايه؟ خاف ان اعمل فيلم. بس احسن حاجه في ان انت تشوف الناس اللي جت في الاول وهي مش عارفه قوي، مش واثقه هي هتبقى مبسوطه بالموضوع، هتعرف تعمل حاجه، او خايفه شويه، بعدين في الاخر بيخشوا جدا في الروح بتاعت الموضوع من غير اي دروس ممله، قاعدين في الفصل بيبصوا وبيكتبوا، لا هم بيفهموا من البدايه يعني ايه صوت وموسيقى. اعلي ابقى اوطي. معسكرات التعبير الرقمي هي بتشتغل تعبير، انك برضو تعبر عن اللي جواه، فهي بتسمح باي فكره. حتى ما اعتقدش ان في حد عمل حاجه، عمل او إذا كان مسرحية أو إذا كان فيلم، حد منع إن هو يتعرض أو حاجة كده، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. يلا